فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى المرة 3:30. نحكيو هون المنتخب التونسي اكيد شارك في بطولة الدوحة الدولية الودية استعدادا للمونديال. منتخبنا واجه منتخبات قطر، منتخب اسبانيا والمنتخب الارجنتيني. خسرنا في زوج مقابلات مع قطر والارجنتين وتعادلنا في مقابلة اسبانيا. كيفاش كان مردود منتخبنا في البطولة هذه؟ تعرفوا الناس الكل ما كانتش منقولة تلفزيا، برشا توانسة ما تبعوش المقابلات، لكن حبينا نشوفوا كيفاش كان مردود منتخبنا في البطولة هذه مع زميلنا الاعلامي في بين سبور مهيب بن شويخه اللي يتبع مقابلات البطوله هذه. مهيب اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بكل مستمعي اذاعتكم المفضله. بصراحه مفضله اخويا، هذا شرف لنا اخويا، مرحبا بك. لا لا انا في تونس الاكسبريس اف، عندي برشا زملاء واصحابي غاديك يخدموا، وبرامجكم مميزه بصراحه وانا استمتع لما نكون نسمعها. شكرا لك مهيب، انت زاده متالق في قناه بين سبور. باهي مهيب، تبعت المنتخب في البطوله هذه في المقابلات نتاعو، خليني اخذ من عندك فكره عامه عن المنتخب قبل ما ندخل في التفاصيل. فكره عامه عن المنتخب، ولا ايش نقول لك، اخر مره شاركنا في بطوله افريقيا يعني المباراه النهائيه ضد مصر خسرنا، كانت خساره مره بصراحه. ما كناش وقتها مع جيرونا ما نسحقوش التتويج بحكم انه منتخب مصر كان يعني متفوق على تونس على جميع المستويات. صحيح. على مستوى الحضور الفني التكتيكي الذهني كان محضر اكثر ربما للبطوله الافريقيه، وهذا الهدف اللي وصل له وحقق المنشود. على كل نتحدث على منتخب تونس، يعني من تقريبا من بطوله افريقيا غيرنا المدرب سامي السعيدي، جهاز فني جديد، فكر جديد، مدرب تونسي، مدرب وطني، استدعى بعض اللاعبين الجدد، حب يعطيهم ربما الفرصة. شاركنا في البطولة هذه نتاع دورة قطر الودية الدولية، لعبنا ضد قطر يعني شوف الفترة قديش، تقريبا من جانفي أول العام حتى آخر العام يعني ديسمبر، يعني فترة طويلة قعد في ركود منتخب تونس. أول مقابلة ليك رسمية كانت ضد قطر، المستوى ما كانش بصراحة جيد منتخبنا، منتخب تونس منتخب وصل خاسر يعني حتى بفارق 8 أهداف، يعني غاب الانسجام، يعني كان واضح الانسجام كان غايب، يمكن بالشارج اللي تحملوها الملاعبية في الفترة الأخيرة على مستوى التحذير البدني، لأنه ما تعرف بطولة عالم تتطلب تحذير بدني كبير تكتيكي وايضا حضور ثاني، باش تلعب مع منتخبات عالميه، باش تلعب ضد اسبانيا بطله اوروبا، باش تلعب ضد بولونيا منتخب يعني جديد ومتجدد، يعني مش بولونيا اللي لعبناها مثلا في السابق، منتخب بولونيا حتى اسبانيا مهيب، حتى اسبانيا ظهر لي مش نفس المنتخب اللي لعبناه في التورنوا هذه، ظهر لي برشا ملاعبيه غايبين عليه يلعبوا في الفاينل فور. اكيد اكيد احنا خسرنا ضد قطر بفارق ثلاثه في اخر المطاف، ضد اسبانيا راهو تحسن سلام، تحسن راهو المردود مقارنه مع مباراه قطر، كان ثم انسجام بين اللاعبين على المستوى الفكر الهجوم، يعني ثم بروجي دو جو خاصة على مستوى الهجوم، حتى ولو اسبانيا راهي ناقصة، يعني ناقصة 8 لاعبين أهم الملاعبين يلعبوا في الفاينل فور، يلعبوا مع برشلونة، يلعبوا مع فيزيريم ومع باريس سان جيرمان، لعبوا الفاينل فور وقت البارح والبارح اللي هزتها كيل، دونك 8 لاعبين كانوا ناقصين باستثناء الاخوه دوتشي باييف، ويعني هما اللي باش يكونوا اساسيين مع منتخب اسبانيا. بطبيعه الحال اسبانيا باش تظهر بوجه اخر، واسبانيا مرشحه انها تذهب بعيد في بطوله العالم هذايا، وعلاش لا تكون ما بين الرباعي في الـ في الـ في الـ يعني في الكاريداس. لعبنا ضد اسبانيا مباراه كانت جيده بصراحه، ظهروا برشا عناصر يعدوا بالكثير على غرار مهدي الحرباوي اللي جاي من سيليستالي، ثم يعني اعطاه الجنسيه التونسيه، حارس ممتاز، حارس يعني عنده مستقبل كبير 24 عام، اعطاه الفرصه سامي السعيدي انه لعب ماتش كامل. مهدي الحرباوي اسم كبير على مستوى حراسه المرمى، وما تعرف في كره اليد حراسه المرمى 50%
من قوة الفريق. هي كرة اليد لما يكون عندك حارس مرمى جيد، دفاع جيد، ما تخافش يعني حتى على مستوى الحلول الهجومية، ويبدأ عندك لاعبين موهوبين وعندهم لي كاليتي ولي بوتونسييل، نجم تلقى الحلول. ضد الأرجنتين صراحة أيضا الأرجنتين كانت منقوصة اسمها مرة. الأرجنتين تقريبا نفس الأداء، نفس يعني نفس المدرسة اللاتينية، ما تعرف عشان نلعبوا ضد البرازيل. البرازيل عندنا مدة ما كسبناهاش يعني من مونديال بتاع 2013 في إسبانيا ما ربحناهاش يعني حتى في المواجهات ضدها. دونك الأرجنتين نفس الطريقة اللعبة نتاعها مع البرازيل، خسرنا بفارق جول. الأداء تراجع شوية يعني أقل من المتوسط. تبقى ديما مباراة إسبانيا هي مباراة جيدة إن شاء الله نبنيو عليها، مباراة إسبانيا نبنيو عليها. مازالت عنا ثلاثة ماتشوات باش نلعبوا ضد إيفري تو قبل ما نحاولوا إلى مصر. إن شاء الله يكون الجهاز الفني يكون استفاد من البطولة هذه. لعبنا ضد قطر منتخبهم جيد فهمت، ولعبنا ضد إسبانيا حتى ولو أنها منقوصة منتخب يعني ديما اختبار جيد. الأرجنتين ديما نقول اختبار جيد، لكن سامي الصعيدي مطالب أنه يستفيد قبل كل شيء من الأخطاء اللي ظهروا في المباريات هذوما. عنده فرصة أخرى ثلاثة مباريات ضد إيفري. ما ننساوش منتخب كان منقوص، منتخب تونس كان منقوص من أمين بنور، إن شاء الله يعطي توازن على مستوى الجهة اليمنى. محمد أمين درمول لاعب شاب زاد لاعب واعد، أعطاه أكثر فرصة لعب سامي الصعيدي على مستوى البلاي ميكر يعني على مستوى الفكر والهجومي. ما تعرف بلاي ميكر هو الروح نتاع المنتخب خاصه على مستوى الهجوم مهيب. والبناء الهجومي. حكيت على منتخب جديد برشا ملاعبيه جدد في المنتخب، كيف شفتهم ملاعبيه؟ كنت حكيت انت على الجارديان الحرباوي، بقيت ملاعبيه جدد خاصه نحكيو على غسان ماجد الحرباوي. راني نشوف ماجد الحرباوي ذا باش يكون عنده مستقبل صراحه، وان شاء الله يعني نساعدوه وغطروا إضافة. أنا أعتقد أنه إضافة على مستوى حراسة المرمى، وعنا مدة كبيرة ما عناش معناها ما كلش معناش معنا ديما تونس ديما ولدت على مستوى حراسة المرمى، لكن هذا حارس مرمى شاب وعنده مستقبل كبير وبش يفيد المنتخب، أكيد بش يفيد المنتخب. أمين درمون لاعب شاب، لاعب تاع ليتوال فهمني، قلت لك سامي سعيد عطاه برشا وقت كبلاي ميكر، إن شاء الله يكون ثم انسجام بينه وبين لاعبي الخط الخلفي والخط الأمامي. نحب نسألك لهنا خاصة على كيفاش كان غسان تومي، خاصة في ظل البوليميك اللي صارت على غسان تومي وغياب أسامة البوغالمي. شوف نقاط استفهام كبيرة غسان التومي. هو شوف هو لاعب راهو شاهدناه مع ساقية الزيت يعني لاعب ممتاز يعني على مستوى الجناح الأيسر. صارت بوليميك كبيرة علاش ما استدعاش أسامة البوغامي. أنا أسامة البوغامي نعتبره واحد من أفضل الأجنحة في تونس على الجناح الأيسر. أوكي هذا حد ما يشك فيه راهو تونس كاملة. قال شنو سامي الصعيدي يمكن شيء يحب يفرض نوع من الانضباط داخل المنتخب، واكتفي بكلمه يفرض الانضباط. لكن هذا ما يمنعش اللي اسامه البوغامي يبقى دائم معناه دائما قيمه ثابته سواء كان مع ترجي او مع اي فريق اخر. يمكن هو يرى سامي الصعيدي انه اسامه البوغامي ما يفيدوش في المنتخب، هذا يبقى اختيارات المدرب. لكن غسان التومي قلت عنده دي بوتونسييل رائعه، ظهر مع فريق ساقية الزيت. لكن نقاط استفهام، علاش نقاط استفهام؟ تو مثلا زيت قطر لعب شوط واحد وشوط واحد كان يلعب فقط تيشير، كان في الناحيه الهجوميه يخرج في الدفاع لانه يعتبر في الوقت اللي سامي قال جبتوا للدفاع. من الشوط هذاك ضد قطر ما عادش شفناه ضد اسبانيا، لانه شو ولا يعمل سامي السعيد؟ ولا يلعب في مصباح الصانعي كجناح ايسر، واحيانا اسامه الجزيري وقت اللي هما في الظهر يعني في الحقيقه انهم ديزاير معناها يلعب ظهير ايسر، فهمت كيف؟ فبالتالي يلعب فيهم الاثنين في مصباح الصانعي اسامه الجزيري، فما تداول على مركز الجناح
بأجنحة معناها بلاعبين أظهر ما همش في اختصاص يعني جناح أيضا. في الوقت اللي سامي حتى كي على الأسباب استبعاد البغاني واعتماده على غسان تومي قال ما يلعبش ما يدافعش بالضبط هذا هو. وهذا هو التناقض. ما قابلتوش بصراحه نحكي له قل له انت غسان التومي تو استدعيته ما كانوا سام البغامي قلت انه على اساس انه البغامي اي غسان التومي مش دخلته انت ضد قطر يشارك كان في الناحيه الهجوميه ما شاركش في الناحيه الدفاعيه كان يا غام يقوم بعمليه استبدال فهمني هو لعب شوط واحد راه ضد قطر وغسان التومي وبعد راني ضد اسبانيا ما شاركوش وضد الارجنتين ما شاركوش قاعد يلعب ديما بصباح الصاعي واسامه الجزيري هما اللي اعطاهم اكثر فرصه على مستوى الجناح يعني منتخب نعشنهم بعض يمكن تتغير الفكره نتاعو يمكن ضد ايفري يمكن هي باش تكون يعني باش تعطينا ضد المباراه ضد افري باش تعطينا الملامح تاع المنتخب يعني كيفاش باش يظهر في المونديال. مهيب باش نعملوا حوصله انت مع انك تحاسب سامي سعيد توا لانسانيو الكومبيتيسيون وبعد تحكم على الخيارات نتاعو. لا شوف انا ما نحاسبش سامي سعيد غادر انا نحاسب بصراحه غادر سامي سعيد سيليكسيونور تحب ولا تكره يعني من المفروض اللاعبين اللي باش يستدعاهم يكونوا حاضرين مش باش يعاود يخدم خدمة المدربين اللي نتاع دوري تونسي ولا الدوريات اللي جايين منهم الملاعبية نتاعنا هذه حاجة تحاسب يوم كل الاتحاد التونسي في النقطة هذيا غات انت كي تشوف كي تشوف الأداء نتاع منتخب تونس والمستوى اللي وصل له الدوري يعكس مستوى المنتخب راه انت كثر عندنا 22 فريق اسلام يلعبوا في الدرجه الاولى عمرها ما صارت في حتى دوري حتى في العالم انت اقوى دوري في العالم اللي هو الدوري الالماني بوندسليغا في 20 في 20 فريق احنا في تونس عندنا 22 فريق لا مستوى بعيد على برشا النظام وشوف النظام الدوري يعني نظام البطوله يعني ما نقدش تفهم عديده فهمتني وحاجه اخرى اللاعبين حتى على مستوى الانديه راهو يتحملوا ذات مسؤوليه الانديه يلوموا في المدرب كي هما الان تحملوا زاد مسؤوليه راه اللي وصلوا المنتخب نتاعنا راه فهمتني وراه شوف كانت عندنا مكتسبات حب ولا تكره اسلام كانت عندنا مكتسبات وصلنا وحققناها راه في 2013 نتذكر انا كنت في اسبانيا يعني منتخب مع خسرنا ضد البرازيل لو كان كسبنا البرازيل صدقني منتخب كان يوصل يلعب بالدمي فينال كان يلعب احنا غير كنا يمكن باش نلعبوا ضد سلوفينيا سلوفينيا وصلت المربع الذهبي لكن احنا تونس نتذكر يعني تونس اقوى من سلوفينيا يعني كنا نوصلوا للمربع الذهبي خسرت ضد البرازيل وقتنا نذكر اصابه امين بنور هي اللي غيرت يعني المعطيات الكل على كل كانت عندنا مكتسبات جي جيرونا صحيح جينا مع كاس افريقيا لكن بعد ما تعرف شنو قضيه جيرونا والمنتخب كيفاش تراجع المستوى نتاعو سامي سعيد انا نقول نعطيه الفرصه ما نحاسبوش على بطوله العالم هذايا ولو انه راه بطوله العالم صعيبه برشا نقول لك صعيبه برشا خاطر لازم برشا تحذير كان لابد انه يقوم به المنتخب المنتخب حاليا مازال يبحث عن التوازن نتاعو يبحث عن الثقه اللي افتقدها بعد خساره كما قلت لك نهائي بطولة افريقيا ضد مصر تركة ثقيلة كما نقولوا خلاها توني جيرونا لسامي السعيدي نعطيو الفرصة ما نحاسبوش على بطولة العالم ربما خليه يعمل مستقبل عنده ان بروجي الراجل عنده مشروع عمل نعطيو الفرصة حتى البطولة افريقيا المقبلة يعطيك الصحة شكرا لك مهيب على دخلك معنا سعيد جدا بتدخلك وحديثك على المنتخب التونسي في بطولة الدوحة الودية استعداد للمونديال اسم المدة بتجيكم في فلاش بوث وبعد راجعين مكملين